السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على متابعي ومتابعات هذه القناة. الله يا رب يحفظ لنا ملكنا محمد السادس. عاش ملكي، عاش ملك البلاد محمد السادس. الله يشافيه، الله يعافيه، الله يطول عمره. عاشت بلاد المغرب وعاش الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن. عاش كل مغربية وكل مغربي حر ينبض بالتمغربيه وعنده غيرة على ملكه الوطن دياله وعلى الشعب المغربي اللي هما ولاد بلاده وبنات بلاده. شكرا للمغاربه الحرار اللي الحمد لله ترفعوا لنا روسنا حول العالم بالانجازات العظيمه واللي عاطين واحد الصوره الحمد لله على الشعب المغربي رائعه ما شاء الله. الله يحفظكم يا ربي. خط احمر مالكي، خط احمر الشعب المغربي، وخط احمر بلاد المغرب، الارض الشريفه المغرب عباد الله المغرب. من بعد ما خرجت إشاعة على يسرى مود، أيه اللي بلا حدود اللي تتقول على راسها هي ملك البيجامو البلاكيور، من بعد ما خرجت عليها إشاعة أنها دات 2 مليار التجار اللي كانوا معاها في التجارة نتاع البيجامة، خرجوا قنوات وهضروا حتى حنا حطينا واحد لا فيديو في القناة ديالنا أن حشومة الإنسان عيب أنه يدي الحاجة اللي ماشي ديالو، كيفاش غيربي وليداتو وفلوس الناس؟ راه تابعينو الدعاوي، حرام وحشومة هذاك التاجر مسكين راه فاش تيمشي ليه يعني هذيك راس المال راه صافي تيجلس على الدس. المهم خرجوا كما قالت هي اصدقائها المقربين اللي شكراتهم في هذا لا فيديو، خرجوا كل واحد شنو قال، قال الله هي ما ديرهاش، هي راه انسانه ظريفه تدي الخير هذا. المهم طلعت هي من خلال واحد الصديق ديالها كان داير لايف وتلقات يعني طلعت عنده بمكالمه وقالت انها راجلها مريض، يعني فاش خرجت من المغرب راه ماشي خرجت هربانه ولا دات فلوس الناس، راه راجلها مريض ومشات معاه. هذه هي المرأة المغربية تتوقف مع راجلها في السراء والضراء، واكثر هي في الضراء تتوقف معاه. وقفت امرأة مغربية حقيقية مزيان، ولكن تما ولكن من خلال هذاك صافي فات طلعت هي في القناة ديالها في هاد يومين هادو ودات واحد لا فيديو قالت ان ماشي 2 مليار اللي دات، على لسانها في لا فيديو نتاع ماشي 2 مليار اللي دات، لا كاينين فلوس ولكن ماشي واصلين 2 مليار. قالت لهم الناس اللي بغا يصبروا يصبروا، راه غرشوا عليهم شويه شويه تترش عليهم الريحه، واللي قالت لك ما صبروش يمشيوا للقانون، زعما تنوض عليهم تدير لهم القانون، سيروا القانون. ورحنا الحمد لله في ارض الحمد لله في ارض الحق والقانون، وكل واحد غادي ياخذ حقه. وقالت لهم انا ما عندكم ما تصوروا مني، الشيكات ماشي في سميتي، في سميت راجلي. كانت واحد القناة قالت أن السمي أن الشيكات ماشي في سميتها، هي في سميت راجلها، هي باش تدخل وتخرج للمغرب عادي، زعما ما عندهاش هي مشكلة حيت الشيكات ماشي في سميتها، ولكن راجلها اللي ما يقدرش يدخل المغرب. وقالت لهم أنا في رحلة نتاع العلاج نتاع راجلي، الله يشافيه يا ربي والله يعافيه والله إن شاء الله يا ربي يطول عمره ولا يحرمه من وليداته ولا وليداته يحرمهم منه، يا ربي يا ربي الشفاء العاجل غير الآجل لكل مريض وكل مريضة يا ربي، ما نبغيوش حنا لخوتنا المغاربه اي حاجه خايبه، الله يشافيه. اما انت يا غاده مع راجلك رحلات العلاج عادي انك تمشي رحلات العلاج، علاه غادي تدي فلوس الناس؟ راه غادي تمشي عند التجار وغتقول لهم شوفوا ها هما المحلات دابا راه كاينين وها هي التجاره راه غاده، ولكن انا عندي ظروف راه خارجه مع راجلي برا المغرب راه في رحلات العلاج، ما عرفنا ان شاء الله تكون خير. وهما الحمد لله راه غيوقفوا معاك المغاربه والحمد لله المغاربه والمغربيات الحمد لله قلبهم طايب، واللي ما وقفش معاك ماديا غيوقف معاك معنويا غير بالدعوات وبالسؤال عليك وتبقى واحد العلاقه طيبه. ولكن انت كان عندك خطط مقدمه انك دير من هنا دازو وداك الشيء اللي درتي وسلام. المهم حنا ما سوقناش في هذه حياتك الخاصه، ديري انت كيما بغيتي فيها سوقك، هذاك ماشي شغلنا لا يعنينا، ولكن باش توصلي للمغاربه والشعب المغربي سوقنا وغادي ندخلو. حنا سوقنا غنتحاسبو معاك، ماشي سوقنا غنتحاسبو معاك انك ديتي تاع الناس، ولكن فاش توصلي للشعب المغربي فهيهات هيهات، وتوصلي الارض الشريفه ارض المغرب اللي انت مغربيه اولا اولادك مغاربه والباسبور باش سافرتي ماشي مغربي وكلتي من خيل المغرب، والشعب المغربي ماشي يوقف معاك، الشعب المغربي ماشي هو اللي كان تيشري من عندك البيجامات، ماشي هو اللي كنتي تدير الاشهارات في القناه ديالك ويجيو يشريو البيجامات ويشريو كذلك البلاكيور، ماشي من الشعب المغربي فلوسو صرفتي وقريتي اولادك ولحم كتافك من خير الشعب المغربي،
ماشي الشعب المغربي هو اللي بارطاجي لك القناة ديالك وخلاك يوتيوب وسط اليوتيوب المغربي؟ علاه انت ديك القناة عندك ماشي وسط اليوتيوب المغربي؟ علاه انت ماشي مغربية؟ علاه الشعب المغربي ما خلاوش لك واحد التعليق اللي كنت تقول لهم شكرا على التعليق الطيب اللي تتخليه ليا اخوتي وخواتاتي؟ الشعب المغربي ماشي هو اللي خلاك تدخلي الفلوس من الادسنس؟ قولي لي شكون اللي يقف معك؟ ماشي الشعب المغربي اللي خارج اليوم تضربي في الشعب المغربي؟ شنو قلتي انت؟ قلتي انك كنت تتعرضي لتهديدات في حياتك الخاصه. حنا علمنا بك شنو في حياتك الخاصه، حنا عرفناك شنو عندك في حياتك الخاصه، كيفاش تصرفي في حياتك الخاصه، واش انت الفشل ديالك في حياتك الخاصه ترميه على بلادك وعلى الشعب المغربي اللي هما ولاد بلادك؟ واش مادام الانسان فشل في حياته يقول لك لا راه فشلت في حياتي؟ ايوا البلاد، ايوا راه فشلت الشعب المغربي كما قلتي انت، الحضايه والحساده واللي درت فيه الخير. اشنو الخير درتي الشعب المغربي؟ ورينا شنو من خير، شنو هاد الانزازات، شنو هاد الافعال الخيريه اللي درتي لينا، الانزازات ديالك اللي خليتي لنا، وريهم لينا. قلتي انت انك تدير الخير ودرتي الخير وما خليتي ما درتي في الناس وما قروش به، ورينا انت شنو درتي لبلادك. قلتي انت ان هالحضايا في المغرب، هو ورينا انت شنو درتي للمغرب، اشنو هاد الانزازات اللي درتي للمغرب، اشنو هاد الانزازات اللي درتي للشعب المغربي. اما الشعب المغربي راه ما خلا ما دار فيك من خير، راه ما خلا ما دار فيك من خير اللي ما قريتيش به، واليوم خارجه تتهضري وتسبي في الشعب المغربي. الحبس قلتي انت مدوزه حبس، شوفوا معيور بالحبس ولا بالمرض حشومه وعيب، الناس ما تعرفوش ظروفها، ما نعايروش بالحبس، الدنيا راه دواره، الانسان ما يعايرش وما يشمتش وما يتشفاش في شي حاجه اللي ما يعرفش هو مصيره اشنو هو في الدنيا. ما تعايروش الناس بالحبس وما تعايرهمش بالمرض وما تعايرهمش بالشكل ديالهم، حرام وعيب، ولكن باش تخرجي بلسانك السليط وتعايري في الشعب المغربي. وشنو قلتي عاوتاني؟ حنا كمغاربه يعني خصنا نقولوا عاش محمد السادس وعاش محمد السادس، ولكن انت قلتي عاش ملك بريطانيا. علاه انت بريطانيه؟ ها قلتي انا في الدوله البريطانيه دابا وعاش ملك بريطانيا، وحنا في المغرب وعاش محمد السادس، وحنا مغاربه وعاش محمد السادس، وحنا ما نتبدلوش، وحنا الحمد لله ما نتبدلوش، وهويتنا مغربيه غنبقاو مغربيين حتى نموتوا ونتحاسبوا حنا مغربيين. تعيري في الشعب المغربي وتقولي ملك بلاد اخرى عاش، وانتي مغربيه والمغربي ما يقولش عاش لشي ملك اخر غير ملك بلاده. وشنو قلتي عاوتاني؟ قلتي راه شكون شكون اللي دوز الحبس؟ شنو زعما حنا ما عرفناش شكون وشكون؟ ورينا انتيا شكون وشكون. فشلك في حياتك او فشلك في بلادك او ما عرفتيش تصرفي في حياتك الخاصه او عندك مشاكل خاصه مع ناس معينين، ما تجيبيهاش على بلادك وعلى ولاد بلادك، وما تخرجيش تعايري، فكي مشاكلك راسك، ما تخرجيش تعايري في ولاد بلادك اللي وقفوا معاك وواقفين معاك. وحي وحي من بنادم يكون دمه مغربي وهويته مغربيه وليداته مغاربه وباسبور اللي حامل مغربي ويخرج يعاير في المغاربه وفي المغرب، محشومه شو ماشي عيب. مهما ما نعرف فين نمشي ما نبدلش وجهي على بلادي، وما نهضرش في بلادي وما نهضرش في ولاد بلادي، وما نقولش لبلاد ملك بلاد وحده اخرى بلاد اخرى نقول ليها عاش مالكك، وما تقوليش عاش مالكك، انتي مالكك هو محمد السادس حيت انتي مغربيه، ونتمناو السلطات ديالنا انها والله العظيم ضرب يد من حديد بحال هادو اللي تيعايروا في الشعب المغربي وتجرؤوا على الشعب المغربي. حنا ما نبغيوش اي واحد تخون ليه نفسه انه يتجرأ على الشعب المغربي، وما ادراك انه يكون مغربي. وتقول لك انا عايشه دابا في بريطانيا وانا في ارض الحق وتا شي حد ما يوصل ليا وما يقدر حتى شي واحد يقرب مني. علاش علاش تحاسبي الا غلطتي في بلادك تحاسبي، ولا غلطتي في الشعب المغربي تحاسبي، ولا غلطتي في ولاد المغاربه الحرار تحاسبي؟ علاش؟ بغيت غير نعرف كيفاش خولت لك نفسك انك تقولي عاشه الملك بلاد وحده اخرى، وما تقوليش عاش ملكك اللي انتي مغربيه. وغنعاود لك وكلتي من خير المغرب، وما خلى المغرب ما دار فيك من خير، المغرب راه خلى ليك بارك عليك انك عندك هويه مغربيه.
على الهوية ديالك انت شكون؟ ماشي مغربية؟ المغرب خلى ليك هوية مغربية والباس ديالك مغربي، وعرفتي شنو هو الباس المغربي؟ وعاش محمد السادس، والله ينصر والله يحفظه، وخاض فيكم ربي الحق.